بيبقى فيه طبعا ضوابط الكترونيه بيعملوها المسؤولين بحيث ان هم يمنعوا الهاكر ويمنعوا ده. على فكره من عيوب الاختبارات الالكترونيه يمكن يحصل فيها هاكر والكلام ده كله، بس مع التامين الالكتروني الجيد كل المشكله دي بتتمنع. تمام. ارجع تاني برضك لمميزات التقييم الالكتروني. التقييم الالكتروني فيه ميزه كويسه جدا، اللي انا ممكن اعمل اطلع احصائيات بالنتائج خلال ساعات قليله بعد الامتحان، حتى لو كان مثلا مئات الالاف من الطلاب في الامتحان بعمل احصائيات. يعني احصائيات بطلع الطلاب جايبين جيد جدا قد ايه نسبتهم، جيد نسبتهم قد ايه سواء في التقرير العام او في كل ماده. بعمل بقى حاجه تانية مهمه جدا اسمها معامل سهوله او صعوبه السؤال. في اصول في حاجه اسمها معامل سهوله او صعوبه، لو لقيت كل الطلاب حلين كويس جدا في سؤال معين يبقى السؤال ده سهل، اصول يستبعد. لو لقيت سؤال معين كل الطلاب فاشلين فيه يبقى ده سؤال صعب جدا، اصول يستبعد. بجيب اسئله اسمها متوسطه الصعوبه، بيبقى نسبه الصعوبه فيها 50%. ده كله من خلال التحاليل الاحصائيه اللي بتحصل النتائج الالكترونيه. كمان التقييم الالكتروني ده هو الحل الوحيد الامثل في ظل الازمات والاوبئه. طب انا يعني انا عارف ان احنا بنتكلم على اولى وثانيه ثانوي النهارده، لكن البعض بيشتكي من صعوبه المناهج سواء في اولى او ثانيه ثانوي وفكره الاسئله اللي بتقيس ذكاءات متعدده. وكمان انت حضرتك تابعت الشكوى اللي من رابعه ابتدائي، ان انا اول مره في حياتي اشوف الناس بتشتكي من منهج رابعه ابتدائي يعني، فواضح فعلا ان كان في مشكله. ففكره المناهج يعني ازاي بتقاس بالمعيار الصحيح ان ده فعلا المنهج ده يناسب السن الفلاني يعني، وخاصه موضوع رابعه ابتدائي ده اللي عمل قلق يعني كتير. طب هو صار حضرتك في جزئين او شقين، الشق الاول بالنسبه للمناهج الجديده، اولى وثانيه وثالثه ثانوي ما فيش مناهج جديده. المشكله في اولى وثانيه وثالثه ثانوي التقييم الجديد. تمام. هو تقييم رائع من الناحيه التربويه، تمام؟ بس المشكله ان الطالب لم يؤهل اليها. ما تأهلش من هو صغير ليها. بالظبط كده، اللي احنا بدأنا التجربه من اولى ثانوي. يعني احنا عملنا هنا شق للطالب بعد ما كان بنمتحنه عن طريق الاستدعاء وتذكر وحفظ والكلام ده، مره واحده لا احنا بنقيس عندك عمليات عقليه عليا، يعني هنجيب لك بدائل كلها صح بس انت فكر في البديل الادق، هنجيب لك حاجات فيها انتاج استجابه تمام او فيها ابداع او فيها تفكير عالي. تمام. ده الشق الاول. يبقى الشق الاول في مشكله الثانويه العامه هو ان الاسئله بتقيس مستويات عليا من التفكير وغير مباشره ولا تقيس الحفظ الصم. نيجي على الشكلات الثانيه، المناهج بقى الجديده من اول رابع ابتدائي. احنا كنا بنقول اللي احنا ننتقل من اولى ثانوي او من ثالثه على اولى ثانوي بنحصل او بيحصل ضروب كبير جدا، فبالتالي نبدا مع العيال من اولى ابتدائي واحنا بالفعل بنعمل كده. طيب مشكله رابعه ابتدائي هي مشكله المشكلات. في ناس كده زي ما حضرتك تابعت بيعانوا من صعوبه اولادهم، يعني في رابعه ابتدائي بيعانوا من صعوبات. طب ايه الصعوبات؟ الكم يا فندم. نعم. الكم يعني كان كل التركيز على فكره الكم الكبير. بالظبط يعني. بالظبط. اول حاجه طول المناهج. والوزير نفسه سيد الوزير نفسه اعترف ان قال ان المناهج دي تدرس في 180 يوم واحنا عندنا الترم 100 يوم، فبالتالي هنا في 8 يوم فرق. طبعا ده فضلا عن ايه يا استاذ اسحاق؟ فضلا عن في اجازات المدرسين بياخدوها ما بيخشوش الحصص، فضلا عن في اجازات رسميه وعطلات رسميه، فبالتالي ده كله بيضيق وقت الحصص. تاني حاجه في مفاهيم كتيره جدا في مناهج سنه رابعه ابتدائي، المفاهيم دي اكبر من قدره الطالب على استيعابها. دي بتعمل حاجه في علم النفس اسمها العبء المعرفي. العبء المعرفي معناها الطفل او الانسان بوجه عام ربنا خلقه بسعه معرفيه محدوده، لو زادت عن معلومات عن هذه السعه الطالب ما بيقدرش يستوعبها. تمام. ده اشكاليه ثانيه. الاشكاليه الثالثه حتى مع صعوبه المناهج الاسئله برضه بتيجي فيها افكار جديده. كمان المعلمين ليس كل المعلمين اتدربوا على تدريس المناهج الجديده. دي جزئيه ثانيه، واحنا كنا محضرين اسئله لحضرتك فيها جزئيه المعلم، لكن فكره المنهج يعني حضرتك بتشوف معانا ان هذا الكم على هذا الطفل ده كتير جدا كتير يعني. جدا طبعا، وبالذات في ظل ضيق الوقت. عارف لو في وقت واسع والطالب هياخد المنهج ده المشكله هتقل.